السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيان. مع الجامع مع البنات والولاد والرجال والعيالات. دابا حنا خويا ولفنا هاد البنات متتبعين ديالنا كاملين من جميع الفئات وجميع الاعمار في المكان وداخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا بكم عندنا في هذه الجلسه عند اختي حنان ام نائلة. الله يعمرها دار. مرحبا بكم. نهار كبير هذا واللي درنا قليل في حق هاد الناس وان شاء الله الخير لقدام. ومرحبا بكم في اي وقت جيتوا لمراكش. الاخت لبنان سي محمد خديجه كريمه سي مصطفى يسرى، يعني مرحبا بالجميع. شكرا لكم بزاف. المهم حنا جالسين مازال مقلق. مالو مالو ما تديوش عليا اليوم، الدراس كيوجعوني الدراس وصافي، هادشي اللي كاين. كنتوجو نهار ونهار كامل، وهاد الجو ديال الشتا كينزل شويه ديال الضيق. الصداع ديال الفم راه ماشي ساهل والله. الا الصداع ديال السنين راه تقرا شي كتب بلاصتنا شي ساهل. والسلام عليكم المتتبعين ديال اختي يسرى، تحيه لكم كبيره والله يحفظكم لينا والله يخلينا ديما مجموعين ويخلينا يا ربي مجموعه والله يحفظكم يا ربي. وشكرا لاختي حنان على التوجه اللي فينا. الله يعطيك الصحه وانت مولاتي الخير. حنا غير كتاب وجهنا هذه الدنيا وما فيها. اخويا انا مرحبا دار. وسبحان الله هذا من النوع اللي كيرتاح لك الخاطر. مرحبا بكم. والله انا مرحبا خاطرنا تحل ظريفه هاد المراكشيه ديالنا. ليلى ظريفه حنان الروباله. وشكرا للمتتبعين ديال اختي يسرى اخويا سي محمد ديال العائله اسره مغربيه كاملين. شكرا لكم الله يحفظكم ومرحبا بكم عندنا ونتمنى تقبلوا علينا ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. والله احنا فرحانين في هذه المدينه السعيده وفي هذا الوجوه الناس ديال البهجه وديال النشاط. مرحبا بكم. والله يخطيك واشي تبارك الله الخير. هذا الله يكثر خير. مرحبا بكم. قليل فوجاكم ما درنا والو والله ما درنا شي حاجه. مرحبا بكم. يا لاله كريمه راه ناشطه معنا هي والزوج ديالها سي مصطفى. الله يعمر هذا الشيء اللي كاين. ودعوا مع هذا السيد الله يشافيها مسكينه. الله يشافي. قولوا امين. الله يعافيك. الله يرقي الشوك بطريقك. جوادك امين. يلا بسم الله رسول الله يا حجه يا سيدنا محمد. الله معاك علي. سعداتك اختي بحالك حدا النار. اللهم لا حسد. شوفي غادي يخرج فيديو النهار كامل كنت يخرجوا الساعه 10 حنا مالنا. يخرج فيديو غيقولوا لنا كضرونا في المشاعر ديالنا. ولا جالسين حدا بعضياتكم. ما خصكمش تجلسوا حدا بعضياتكم. والله الا انا اختي يسرى كنفرحين في الازواج حدا بعضياتهم وفرحانين لك اختي حنان. عندنا راه انا دابا قلت لك هي الغدا انت راجلك حداك وهي راجلها حدا وانا راجلي حدا. والله الا واش هما انا راه جلست في طول الخدمه وهما كل وحده شدات رجلها كذا. شنو نقولوا حنا في السينمات؟ شنو نقولوا حنا؟ والظروف وصافي. مثلا واحد مكره حتى ان شاء الله نديروا شي حد كبير ان شاء الله ونكون نضرب. لا العشره قبيله كنا غادي نصوروا في الغداء. صراحه وجدتنا حنان داك الشيء زوين والكرم ديالها راه ما كيحتاجش التصوير. وانا ضد اننا نصوروا الماكله واننا نصوروا الاستقبال. الناس الضياف اللي كيهضروا على داك الكرم هما اللي كيعبروا على شنو محطوط على الطابله. واخا ناكلوا غير خبز وزيت احنا فرحانين وارتحينا ليها. كنا غادي نصوروا ولكن كانت واجعاني الدرسه بزاف، يعني واحد الالم لحد الان باقي ما كليتش، يعني ما واكلاش ما قدرتش ناكل وما كانش يعني ما كنتش قادره انني نصور. الظروف ما ساعدتش. يعني كنت عارفه ان هذاك الفيديو
ما غاديش نجي فيه في واحد المستوى اللي يشرفها. واخا حياتك ما غاديش تكون احسن من داك التصوير. الله يكبر بك على العالم. ما بغيتش ضحكنا داك الجو اللي كنتي وجهك في ضرب. يعني ما يمكنش لينا حنا نخلقوا الجو انت مريضه. هذاك الشيء انا كنت عارفه ان ديك الفيديو ناقص وما كنتش قابله ان الفيديو ديالك كبرتي بينا. الله يكبر بك ان الفيديو ديالك يجي ناقص فهمتي يعني غنكون انا مرخيه وكنتوجع ما غايجيكش فيديو حتى تما ما غنشطوش حتى تما. هذا هو السبب ديالو. نتمنى كنقدم لك اعتذار ونتمنى تقبل. لا حاشا حاشا الله يرضي عليك يا يسرى. في هذا الفيديو هذا اللي حنا فيه غديري الرابط ديال القناه ديال اختي حنان في اول تعليق وديري في صندوق الوصف. وكنتمنى اي واحد كيبغي قناه يسرى ستيل وقناه اسره مغربيه يدخل يهجموا على هذه القناه ويدخلوا عندها ويقولوا احنا جينا من طرف اسره مغربيه وطرف يسرى ستيل. عافاكم الله يجازيكم بخير. هذا نداء للجامع. كل شيء اللي كيبغي لبنى لبنى ما غتوري ما غتقدم لكمش ناس ماشي في المستوى. وانتم كتعرفوني وكتعرفوا الصرامه ديالي والصرامه ديالي بعض المرات كتخلق لي مشاكل. يعني عندي نشان هاد الانسانه راه انسانه ممتازه جدا في الاخلاق ديالها. يعني تستاهل تدخلوا عندها الناس ممتازه. انا كنتمنى انكم تدخلوا لقناتها راه غير طليله وانتم قرروا ديروا طليله على قناتها وانتم غتقرروا المحتوى. انتم حرين انكم تابونا ولا ما تابوناش ولكن انا على حسابي انا كنتحسب بحال لي سفيره ديالكم بحال لي كنوب عليكم كنقدمها لكم. انا اللي حاضره معاها راكم غتندموش. وحنا راه تابونينا معاها وغنتبعوها كما هي كتبعنا. وعلاش لا ماشي علاش نتعاونوا بعضياتنا حنا هي كنتعاونوا في هذا اليوتيوب. وكذلك اختي كريمه وكذلك اختي خديجه حنا كاع خوت الحمد لله وتعاونوا بعضياتنا. خديجه بالنسبه سبحان الله العظيم يعني ما هضرتش على خديجه وكريمه. سبحان الله ملي كيكون عندك الاب والام والاخوه في الدار صافي كيولي عادي. ديما كيقولها لي سي محمد كيقول لي صافي نتوما ديالي يعني عادي كيولي عيان بلا ما نضحكوهم بلا ما يعني نتوما راه عائلتنا بارك الله بهذا المعنى. والله الا حنا عائلتنا بناكم اكثر من حبيبنا. جاتها الغيره شرف لينا حنا والله. حنا دابا فاش غنمشيو ما غنصحوش بكم ولدناكم بزاف. حنان تاهي بنت الدار كبيره ماشي اول مره غادي تستقبلنا. حنان استقبلتنا ماشي مره ماشي جوج تبارك الله استقبلتنا مع يلاه سيدنا ما قدرتش نسمع على هذا الشيء. قطعوا يلاه يحيي والدها مسكينه. لا اله الا الله محمد رسول الله. سمحوا لي مسكينه بقات فيا غير لبنى هاد الصفيره هادي دوزتها شويه مريضه مرخيه دوزناها صراحه في الفراش والدار. والله راه ما كنخرجوش بزاف المهم ولكن ان شاء الله غادي يكونوا الايام الجايه زوينين ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. ديما كنطمحوا الايام احسن من اللي دازت كما قالوا سيدنا الاول الله يجعل التالي احسن من الاول. يلا سيدي وانا راه عظامي شدوني. يلا يلا كريم لبنى اللي غتذبح. بسم الله الله اكبر. ايه والله الا خير شي ساعه مباركه مسعوده مليحه فينا او هذه ساعه مباركه مسعوده. يا لالا رجال الله واقفين معانا. يا لالا عوده يا لالا ما غنينا وما نشطنا ياك اختي حنان ما كاين والو نشط في شويه العبد هادشي اللي سمعت الناس الوالده يقول ياك الصبصبه هادشي اللي كاين اختي الساعة ديزا الانسان يضحك وتلقى في يد الله ما يخاف والو. يا وهدي ساعة مباركة مسعودة. يا لالا رجال الله واقفين معانا. يا لالا هدي ساعة مباركة مسعودة. يا لالا رجال الله واقفين معانا. مباركة نهارها ولالا الله يجعلو مباركة ولالا مباركة نهارها ولالا الله يجعلو مباركة والله سمعت شي سلام. قال لا 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 يا نوارا لا 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 يا نوارا يا
تحية البنت مراكش ديالنا، تحية لها كبيرة، ونتمنى نكونوا ضحكنا وشحالية. تحية شد عمي رضا يجمعني مصطفى منور المجمع الله يكبر بك أخويا مرادة، الله يحفظكم ويرعاكم. نهار كبير هذا ومتفهم مسلمين والله إلا كبير بكم والله إلا منورين عندنا ونحن ولفنا الضحك والنشاط ولفنا الاكثر ولفنا مرحبا بالجامع ولا لايحة فينا واحد النقطه سي مصطفى. مرحبا. بالنسبه للناس اللي تيقول لنا ترحبوا ايه بالقنوات، مرحبا بكم انتما جيو عندنا ومرحبا بكم وما سدوش الباب في وجهكم. والله الا مرحبا، والله الا بغيتي يجي مرحبا بكم فتحوا في وجهكم. كيقول لك انا ما بغيتش ما باغينكمش على اساس سمحي لي، كاين الناس اللي كيقولوا ما باغينكمش على محبه الله ربا على حسب القناه. ودي شقتها في قناتك مهم واحد البنات كيف مشوا معايا. جيت لهاد البوتيك هذا في المول ديال مراكش، انا بعدا راه الصباط حمقني من البارح وانا كنقول لهم غنمشيو للمول، المول مازال حام وجيت دابا باش ناخذو. صراحه حمقني، قولوا لي نتوما كيفاش جاكم؟ هو هذا بصحتك يسرى غزال جاك عندك الصحه بس شكون عجبك متتابعين؟ قولوا لنا الراي ديالكم بيج ولا كحل. انا عجبني البيج على لو نوار، قولوا لي حتى نتوما الراي ديالكم. ايوا المهم دابا جيت ناخذو و جو بونس ناخذ حتى واحد الصنداله، انا غادي نوريها لكم. البيج جاك غزال، البيج جاك زوينه سي يسرى. هذه هي الصنداله، ولكن هاد الصنداله خديها في الكحل ياكي. ما ناخذش البيج لا ما تاخذيش البيج عندك في الكحل. الكحل حيت خديتي في الباج خدي الكحل. المهم بالنسبة للقيادة 350 ياك 360 360 وهذا 160 درهم. هاك جمع ليا هذا. المتتابعين ديال أسرة ستيل راه شرينا بزاف الحوايج، تمشيو للدار وغادي نوريكم كاع الحوايج اللي شرينا. انا عجبوني هاد، لا فيست هذا هو اللي لبست، هذيك شنو اسمها اللي مع سلكين ديالك، هذيك اللي لبستها ديك المغنية مع سلكين. وهذا شحال كيبقاو هادو؟ كيتباعو كل بيزة بوحدها. شحال هادو حنا كنقلبو عليهم انا ويسرى؟ بجوج بيهم شحال؟ 639 درهم بجوج. 600 واعرين 600 درهم 639 درهم. البنات عجبوها؟ لا ماشي نفس ال نفس الموديل في المطار. ها هو الخضر هاد الالوان واعرين وزوينين التصوير، هادو هما اللي كيجيو مع الكاميرا. عجبونا حتى هاد الكسيوات، ولكن مرة أخرى إن شاء الله. هاد الموقف جابت او البنات شحال حمقني هاد الكري هذا، عرفتي قالوا لي ناخذ الكحل ولكن انا عجبني. تلبسي مع اي حاجه ولكن حتى الكري زوين، ولكن هذا لا حيت ديجا خديت داك الكولر. حتى الكري غزال، انا ناخذ الكري. الكري تا هو عجباتني بزاف. صافي الكري حسن. شحال ما تقولي لي والو نقول لك شحال؟ شحال عطيهم الثمن. لا نشوفوش هو هذاك اللي تسال يما 4000 يما 6000 لا جملة جملة 7000 و 600 7000 بقات لك 2000 هي هذيك 6000 6000 كيديروا ما كيديروا 7000 و 600 اه شاري انايا شحال خلينا بثمن عادي في فوطه فيه اه شاري انايا ثمن عادي ب 5000 ما تهزي ثمن عادي ب
480 درهم ولكن خلاهم لنا ب 380 درهم. والله الا زوينين ويستقبلوا ثمنهم ديالكم 380 درهم على هذا الشكل هذا في الوان التخيل الو لبنى نفس الديكور نفس كل شيء. المهم صراحه عجبوني هذا السبين غادي يقول لكم الا نمشي كل زوين كل عنده الاختيار. حاولنا اننا ناخذ الديكور اللي متقاربين هي في الغوز شويه فرنسي وانا الغوز بارد. هانتوما هي غادي تحل لكم لبنى تشوفوا داك الشيء زوين هانشدك من فيه من فوطه وحده فيه 14 فوطه حتى دابا قلنا ثلاثه قبيله لا لا غير وحده فوطه 15 فانطوفات يقدر يولدوا شوفي لا لا تزوين فوطه كبيره ياك شوفي لا لا غزاله فوطه كبيره قلبي الى لقاو تما شي كنز شي كنز قطع شي كنز هذاك اللي ما يتلقاش حبيبه ها هذاك اللي ما يتلقاش حبيبه وحده ديال الدات وحده طلاص هاي لا كولور واعره فين تخليها انت احسن تجربه من اللي طاح زوين شوف بطيطه كيف لا غزال شوف زوين كي جاك اللغمه لا هو حاجه وحده قصيره لا وعلى انا شتي فيا جوج مترو هذا غيجيني حتى لتحت لا غيجيك شويه لا هو هذاك جايه هذه عملتش باقي ديال الجوج انتي شوفي واش كيديروا واش دينا ولفتي ديك هذاك اللي عندنا طويل حتى لتحت شوفي شوفي بزاف غيشد بحال القطار ولا بزاف تدير واحد الفوطين هنا ها اللي كاين هذه هي هذه لا لا ماشي هذه بشكل اخر هذا الشك شنو عندها ديالها شوفي ديريها في القطار الفوطات اللي كاينين المهم هذا واعر زوينين بالصحة والراحة والله يخليك ديال مصر زايد الرزق ان شاء الله يا رب ديال مصر ها هي ميد ان ايجيبت والبنات انا هو هذا ديالي راه نفس الزواقة نفس الموديل المهم مابغيتش نحلو حيت حلات لكم لبنى شفتو كيفاش داير وصافي هادشي اللي خدينا اليوم غنوريكم عاوتاني شنو خدينا من اولغا كلشي البنات اليوم غادي تشريهم في هذاك داك البوتيك السلوار قلت صافي باع والله الا لقينا باع حيت غير البارح اللي شفناه شوفوا هاك الصبيبات هذا حمقني صراحه اللي عجبني فيه هو داك لابغيونس ديالو كيمشعشع وكيبري المهم انا كيعجبوني هاد الستيل هذا حمقني صراحه غير شفتو صافي بديت كنقول لهم خصنا ضروري نرجعو ونوليو نشريوه الله يعطيك الصحه زوينه جاتك خفيفه في رجلك زوينه ومع جاي وقتها المهم البنات كيف ما شفتوا معنا هادشي اللي كاين وعاد شرينا الملابس الداخليه وداكشي ما بغيتش نوري داكشي المهم هادشي اللي شرينا اليوم من مراكش المهم غنقول لكم السلام عليكم تلقاو فيديو جاي ان شاء الله فيديو الجاي غيكون واعر بزاف في مراكش غندوركم نسريكم مراكش مزيان اليوم راه كان فيديو خفيف ظريف المهم غنخليكم دابا على خير الله يعاونكم